عسلامة، مرحبا بكم في كوجينة هنداتي. فطور اليوم روز مفور بالشفرات. هذه هي الشفرات اللي باش نطيبها في الروز. كيلو شفرات قشرته، الكيلو عطاني رطل شفرات 500 غرام، وهذا هي الروز اللي باش نطيبه. انا باش نطيب 400 غرام روز. هذا الروز العادي اللي نشريوه من عند العطار، الروز الاصفر. وهذه هي الخضره اللي حضرتها اللي باش نطيبها في وسط الروز. 300 غرام سبناخ، والسبناخ نقصوه هكايا جويد. قطع معدنوس، هذا هي كسبر، واذا كان ما عندناش كسبر نجمو نحطو كلافس، اما الكسبر راهو يفوح الروز. هذايا هذايا سفناليا قصيتها جويده، وهذايا حمص منفخ. الحمص المنفخ راني طيبته، نطيبوه نص طياب على خاطر الروز في ساعه يطيب، في نص ساعه الفطور هذايا نجمو نطيبوه، ما كانش قاعد لنا راهو الحمص ني. اذا كان ما عندناش حمص زاده نجمو نحطو جلبانه. راس ثوم هرسته، وهذا يا بصل، البصل حتى من ورق الخضر نقصوهم نتاع البصل، راهم يفوحوا ويبنوا الماكله. وهذا يا زيت زيتونه، وهذا يا لفاح اللي باش نفوح بيه الروز. عندنا كركم، ملح، فلفل اكحل. فلفل اكحل فيها خليط نتاع الفاح، فيها القبابه وشوش الورد وقشور البرقدين. تابل هريسه، نعناع شايح ومحتحت. والروز انا باش نطيبو بالطماطم الشايحة الملحية باش نحطها مغرفة. توا باش نبدا نحضر الفطور، باش نفوح الساعة اك الشفرات، باش نحط لها شوية ملح، شوية كركم، وشوية فلفل اكحل. نخلط الشفرات، هاني فوحتها الشفرات باش نحطها في وسط الروز في التفويره الثانيه على خاطر في ساعه طيب الشفرات ما تاخوش برشا وقت في التطيب. نحط الروز، نحط السفناليا، نحط الحمص، هذا الحمص المنفخ اللي طيبته نص طياب، نحط الثوم، هذا الثوم المهرس، نحط الملح، شوية فلفل أكحل، شوية تابل، عندنا الكركم. الروز هذايا راهم يفوحوا، كان النعناع والثوم والتابل هما اللي يفوحوا الروز هذايا المفور اللي بالخضرة. ونرفع هكا النعناع، باش نحط الهريسة، اللي يحب يطيبوا فلفل الملحي اللي هو نقولوا له زاده فلفل الزينة راهو ينجم يجي زاده بالفلفل الزينة. باش نحط مغرفة طماطم، هذه الطماطم الشايحة الملحية نحطو هكايا مغرفة، ومانيش باش نحط طماطم معجونة. باش نصب شوية ماء باش نحلك اللفاح مع الهريسة والطماطم. الهريسة والطماطم حليتها، توا باش نحط البصل، نصب الزيت، باش نصب مقدار نتاع 8 مغارف زيت. نخلط الروز، هاني كما تخلطته مع اللفاح. توا باش نحطك الخضرة، هذه هي السبناخ. الخضرة راهو ما يزيدهاش برشا تخليط، هذاك علاش انا فوحت الروز مع البصل والحمص والسفناليا وخلطته، وبعد نزيدوا الخضره. المعدنوس، وهذا الكسبر، وتوابل نخلط. الخضره هاني كمان خلطتها،
شوفوا كيفاش كي تخلطت. وتوا باش نحطها في الكسكيس ونحطها تفور. المقفول حطيت فيه الماء وحطيته على النار، نستناه حتى يغلي الماء. كي يغلي الماء نحط الرز يفور. الروز حطيت شطره في الكسكيس وطبعا باش نحطه فوق المقفول يفور. وقت اللي يفور نكمل نحط بقية الروز. الماء غلي نحط الروز يفور. وقت اللي يفور نكمل بقية الروز. الروز بدا يفور طبعا باش نحط بقية الروز. توا باش نغطيه ونخليه يفور 15 دقيقة. الروز يفور عنده 15 دقيقة. توا باش نبردو في الشقالة. توا نخليه حتى يبرد شوية وبعد باش نحطلو الشفريت ونرجعو يزيد يفور. الروز بعد ما نبردوه نحطولو الشفريت. هذه الشفريت اللي قشرتها وفورتها نحطها على الروز. نخلط وبعد ما خلطتها كالشفريت توا باش نحطها تفور. نحطوها في الكسكيس. نحط شطرو الروز ووقت اللي يفور نكملو البقية. الروز بدا يفور نكمل توا بقية الروز اللي نخلطها فيه الشفريت. وتوا باش نخليه يزيد يفور 15 دقيقة. والتفويرة الثانية الروز ما نغطيوهش، إذا كان نغطيوه راه يعجن لنا. الروز قاعد يفور التفويرة الثانية عنده 10 دقايق. نخلطو توا هكايا، نخلطوه شوية باش هكا الشفريت اللي من فوق الطيب. وبعد ما خلطتو نخليه يزيد يفور 5 دقايق. الروز طاب وهاني توا باش نطفي عليه وباش نسقيه. توا هاني باش نعبيه. شوفوا كيفاش طاب وكيفاش جا كعبة كعبة. هذايا الروز اللي طيبته بالشفريت وبالخضرة. بالنسبة للطماطم إذا كان معناش طماطم الشايحة الملحية نجمو نطيبوه بطماطم المعجونة. نحطو مغرفة ما نحطوش برشا، مغرفة مش مليانة. الروز اللي طيبتو مفور بالخضرة بالشفريت طاب وحضر. وهني توا كملت عبيتو راني ذقتو، راهو جا بنين بنين برشا. ما تتصوروش البنة اللي في الروز هذايا بكلفاح اللي حطيتو في وسطو. وإن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة. بسلامة وشاهية طيبة، وتابعوني واشتركوا في قناتي باش يوصلكم جديد الفيديوهات وأحلى وأشهر الأطباق التونسية.